مرحبا، شلونكم؟ شخباركم؟ أمس كان عيد ميلاد ابني الصغير ركان، صار عمره 4 سنوات وسويت الكيك على السريع. كان يوم كلش مزدحم، سويت كيكة الجزر. الكيكة طلعت كلش لذيذة ومختلفة. غالبا للكيك المواد الجافة مثل الطحين، السودا، بيكنج بودر، أحسن إذا نشغلهن مع بعض. طبعا بهارات اللي ضفته في الكيك هو يكون بهارات انا مسويه خليط من عنده اللي يكون استخدمه في كيك المقطين والجزر. بوصفات الكيك اللي انا اسويه دائما الشكر اخليه نصف المقدار اللي مكتوب في الوصفه، خلينا نقول، فدائما اقلل وايد احسن وألذ. واذا ما عندكم سكر البني بكم تستخدمون سكر العادي، والمفروض هنا يكون يعني اللبن. اللبن عندنا يعني بالأهواز هو الروبا أو الزبادي اللي نخففه بالماء، بس أنا استخدمت كريمة الحامضة وشوية خففته بالحليب. بدل الكشمش أو الزبيب بكم تخلون فواكه جافة مثلاً، وأكيد المكسرات هم كيفكم، بس غالبا يعني الجوز يكون أحسن اختيار. لوصفة الكيكة، داخل الكيكة خلي نقول أنا راح أخلي كريمة الزبدة، أنا وايد أحبها يعني، مع جبن الفيلادلفيا مثلا أو حتى يعني قشطة هم يصير. وراح أسوي كريمة نوع ثاني علشان فوق الكيكة، فراح يكون نوعين مختلفة من الكريم. طبعا كل اختياري، انتو بيكم تختارون نوع واحد وتستخدمونه فوق وداخل الكيك، ما يفرق. طبعا كريمة الزبدة لازم يعني يبغى خارج الثلاجة لكم ساعة علشان يعني يصير درجة حرارة الغرفة، فأسهل الخلط ماله. وأنا حبيت يعني أضيف شوية في بودر القرفة، هذا هم أكيد يكون اختياري، بيكم تحذفونه إذا ما تردون. فزينوا الكيكة على طريقتكم، أنا يعني مو وايد صوب التزيين الكيك، ويعني ما عندي حقيقة خلق ووقت إلها، فكيكة كلش لذيذة بس شكلها كلش بسيط وسريع وسهل.